الآن أمريكا ربما يعني وجهات الكثير من الأمور، لا من ناحية الميزانية ولا يعني كل المؤهلات وكل الأشياء اللي غادي تساعد في أنها يعني تساعد الباحثين والخبراء أنهم يلقوا اللقاح، يعني جندات أمريكا هذه الأمور كاملة. الرؤية ديالك كولونيل جبريل بن موسى، ربما شنو غتحمل معها الشهور ولا الأيام ولا الأسابيع ربما اللي هي جاية، سنين ولا ربما سنين، نشكون سنين عارف على ما كان دنا. شوف هي مسؤولية شخصية أولا الكورونا، يعني إلى عندك الماسك استعمل الماسك، داك لا ديستانس اللي كنقولوا عليها خصها تكون، يعني حتى إلى تفتح الاقتصاد في المغرب ولا في ولايات أخرى. حنا عندنا مثلا هنا في لا بروفانس في عنا الاقتصاد ما مفتحش، لأن داروا واحد المعايير، الحكومة هنا دارت واحد المعايير اللي هي خص ثلاثة المراحل باش يمكن لك تفتح. دونك يلاه فتحوا دابا لي كابيني ديال لي ميدسان، ديال لي دونتيست، لي ريستورون مازال ما حالينهمش، حلوا لي ماغازان الصغار ديال لي ماغازان العادي مثلا ديال الحوايج وديال الناس يتغداو. مي كاين واحد المراحل خصها تكون كاين واحد النقاط اللي خص اي مدينه ولا اي سيرفيس ولا اي مطعم مثلا. دونك وعاود داكشي باش كان سيتو ريسبونسابيلتي سوسيال. دابا كنمشي انا مثلا للسوبر مارشي، راه كتلقى واحد ما دايرش الماسك. دونك على ما كان لنا الكورونا، راه يمكن لك تكون عندك الامكانيات وكل شيء، ولكن على ما كان داك الشيء راه اجتماع ريسبونسابيلتي بيرسونيل. يعني الا عندك الماسك دير الماسك، غسل يديك، هذوك داك لي تخيك اللي هما بازيك يعني. ولا قالوا لك بقى في الدار بقى في الدار، يعني هذا هو داك الشيء. ما كيقولوش ان باغيين يجلسوا، راه حتى المغرب راه باغي يفتح ليكونومي ديالو ويجيو لي توريست وكل شيء. حتى سي بيان سور اي دوله راه كتبغي داك الشيء، غير هي بيان سور كاين واحد التاثير بسيكولوجيك عاوتاني على الناس. مثلا انا لا فامي ديالي تقريبا 10 ديال لي سومين وهما في الحجر الصحي. انا ملي كنخرج للخدمه، ملي كنجي ما يعني عندي لا شومبر ديالي بوحدي، ملي كنجي كندوش كندير الماسك، لان انا على برا كنخرج ونجي. دونك داكشي باش كنقول لك انا شنو ريسبونسابيلتي، يعني كناكل بوحدي، يعني سي اون ريسبونسابيلتي يعني اللي هي شخصيه على ما كان دن.